ازيكم يا جماعة واهلا بيكم في فيديو جديد. ناس كتير بتسألني على اسعار الايفونات المستعملة وازاي يقدروا يعرفوا سعر ايفون مستعمل بسهولة، فانا النهاردة جايب لكم طريقة سهلة تقدر تعرف بيها بسهولة جدا سعر اي ايفون مستعمل. بس قبل ما نبدأ الفيديو كالعادة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، يلا بينا. اول حاجة هتحتاج تطبيق امازون على الموبايل بتاعك او تقدر تفتح الموقع نفسه من الكمبيوتر لو تحب. بعد كده هتدوس على الثلاث نقط دول، وبعدين هتدوس على السيتنج او الاعدادات، وبعدين هتختار country and language او هتلاقيها بالعربي اسمها البلد واللغة، هتدوس عليها وبعد كده تحدد البلد امريكا، وبعدين هتدوس done. بعد كده هتروح للصفحة الرئيسية وتعمل سيرش عن الموبايل اللي عايز تعرف سعره. هنكتب مثلا الايفون 11، زي ما احنا شايفين طلع لي اول نتيجة الايفون 11 مجدد. هحول السعر بالدولار لأي عملة وليكن مثلا الجنيه المصري، هيطلع لي السعر بتاع الموبايل المستعمل. الايفونات المجددة دي أسعارها قريبة جدا من الايفونات المستعملة، ممكن تزيد شوية أو تقل شوية على حسب المساحة بتاعت الموبايل وكمان الحالة بتاعته، ولكنها أقرب ما يكون من سعر الايفون المستعمل. وبس كده يا جماعة، لحد هنا بيكون الفيديو بتاعنا انتهى. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. سلام.